خلوني ننتقل من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة. وضحت وزارة الصحة أن في حال تعطل النظام في التطبيقات أو حدث خلل ما فإن الإجازة الورقية أكيد هي البديل. نعم، يعني هذا أهم شيء. إذا الإلكترونية ما نفع ما نقعد نقول أنه لا هو والله من عندكم السيستم غلطان، لا طبعا في بدائل، في بدائل أخرى ويجب أنك تتجه عليها وتكون نظامي أيضا في هذا الموضوع. وفي